قبل ما ابدا معكم فقرات التاسعه عايزه اخدكم للاسكندريه. انا من يومين كنت في اسكندريه رحله قطار سريعه بحضور ندوه، والحقيقه تجربه ان انت بتاخد القطار تجربه لطيفه جدا، لانه رحله القطر زي ما بنقول هي رحله كده فيها شجن وفيها كده انتقال وتبقى مع الناس وفي وسط الناس، حاجه بجد لطيفه. توصل اسكندريه بقى، اسكندريه بجد في الشتاء عروس، هي عروس طول الوقت، لكن الهدوء شويه. صحيح انه في الزحام العادي، ولكن الهدوء بقى بعيدا عن الشواطئ والمصطفين وزحمه اهالينا بقى من كل محافظات مصر، فتحس ان الاسكندرانيه شويه بيشموا نفسهم. التطوير موجود في اسكندريه وباين جدا، شواطئ جميله، اماكن جديده، يعني حتى اسكندريه تحس انه عجله التطوير بتجري فيها سريعا جدا. محور التعمير رائع، فيها اماكن بديعه، المنتزه شغاله على قدم وساق. لا، اسكندريه الحقيقه بديعه، الاجمل ناسها، يعني ناسها دايما عندهم كده يعني متعطشين دايما للثقافه والمعرفه والترحاب بالناس. لكن اللي لفت انتباهي هي الزحام، زحام اسكندريه، زحام القاهره، التعداد السكاني. وحسيت كده من كتر اللي افكر معاكم بصوت عالي، عندنا كميه من اللي عايزه اقول المجتمع المدني والجمعيات الاهليه والمنظمات الاهليه. اعتقد ان احنا لو عملنا عام يعني التعدد السكاني، او عام ان احنا نقدر نساعد من خلاله والجمعيات دي تدخل، يعني هي كمان تبقى موجوده، هنحاول ان احنا نعمل حاجه او نؤثر بشكل او باخر، لانه منظمات المجتمع المدني اقرب للناس، بتشتغل على خدمه الناس، بتقدم، بتعمل حملات توعيه، بتبقى موجوده بجانب بقى ما تقدمه الدوله. هنا يبقى دور المجتمع المدني مع الدوله ممكن يفرق كتير، ونبدا نحس بانه ايوه في تعمير، في حركه، في مساحات اكتر، ولكن مع التعداد السكاني كل ده ممكن يتبلع. فاحنا لازم يبقى عندنا من الحرص ومن الوعي ازاي نقدر نشتغل. موضوع نبداه معاكم ان شاء الله في السنه الجديده، ونطرح افكار ونسمع افكار باذن الله. هبدا معاكم الفقرات التاسعه النهارده، اليوم الخميس، وبوعدكم النهارده عندنا فقرات متنوعه ان شاء الله تستمتعوا معاها. ابدا بالخبر الاول، عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس الوزراء ووزير البترول لمتابعه جهود الدوله للبحث والاستكشاف في مجال الغاز الطبيعي والبترول. ووجه السيد الرئيس بتكليف جهود البحث وتوسيع رقعة المناطق الاستكشافية الجديدة، وذلك حتى سعيا لتحقيق الاستغلال الاقتصادي والتنموي الأمثل لموارد مصر وتعظيم الاحتياجات المضافة من الغاز الطبيعي. طبعا ده بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي أولا، وزيادة التصدير لدعم الناتج القومي. عرض أيضا المهندس طارق الملا وزير البترول الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025، وذلك في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط بالاشتراك مع كبرى شركات الطاقة العالمية، وبإجمالي استثمارات حوالي 2.1 مليار دولار، حيث من المتوقع طبقا للنتائج الأولية الحالية أن يسفر البحث عن اكتشافات واعدة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة. ده خبر مهم جدا، يعني الخبر مهم جدا، بيأكد أنه أنشطة البحث والاستكشاف اللي بتقوم بيها مصر في البحر المتوسط يعني متواصلة طول الوقت. وطبعا هذه الأنشطة طبقا لشيء مهم جدا للمبادئ والأعراف والقانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة لأنشطة إدارة الدول لمواردها الطبيعية أعالي البحار. الخبر ده بيأكد بأن احنا من حقنا ان احنا نعمل استكشافات، وان احنا ناخد كل الأماكن اللي من حقنا واللي هي من داخل ترسيم الحدود بتاعنا، وناخد كل حقوقنا طبقا للقانون الدولي وما يقدمه. ولكن ده برضو بيخلينا ان كل جزء نقدر نوسع فيه الموارد بتاعتنا من حقنا كمصريين، علشان نقدر كمان ندعم الاقتصاد بتاعنا. مزيد من التفاصيل دكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك وسهلا المشاهدين. يعني الخبر هنا انا عايزاك تشرحه لي اكتر. هل الخبر احنا بنوسع الاستكشافات وممكن يبقى فيه يعني نجد اشياء جديده، ولا الخبر لانه فعلا ربما يكون هناك في يعني مناطق جديده للغاز واحنا بالتالي علينا ان نقوم بالبحث؟
طيب يا فندم، هو بداية كده الخبر جاي في إطار إن الدولة المصرية بتحاول يعني تعظم فرصها في استكشاف يعني آبار بترول أو آبار غاز طبيعي جديدة سواء في البحر الأحمر أو في البحر المتوسط. الدولة المصرية قعدت فترات طويلة للغاية، يمكن يعني من سبعينات القرن اللي فات بتحاول ترسم حدودها في البحر الأحمر والبحر المتوسط، لكن يعني الجيران كان بلا جدوى. الإدارة الموجودة حاليا يعني نجحت في إن هي ترسم الحدود بداية مع اليونان، بعدين مع المملكة العربية السعودية، وبالتالي ده أتاح ليها إن هي تبدأ تعمل عمليات بحث وتنقيب جديدة في البحر الأحمر والبحر المتوسط. الرئيس بقى بيقول دلوقتي بعد ما نجحنا النجاح السياسي في ترسيم الحدود جزئيا مع اليونان، حضرتك عارفة إن إحنا مصر وقعت اتفاقية مع اليونان رسمت على أساسها 5 نقط بحرية اتعمل على اساسهم نقط ترسم الحدود بكاملها فيما بعد. النقط دي خلت مصر قادره على التوسع في عمليات البحث والتنقيب في غرب البحر المتوسط بالنسبه لمصر، يعني لانه الجزء الشرقي من البحر المتوسط هو اللي هو حدودنا مع قبرص والاراضي الفلسطينيه، هو ده اللي خلى يعني ده اللي فيه عمليات البحث والتنقيب. لكن الجزء الغربي اللي هو حدودنا مع اليونان، لان هي حدود كانت غير مرسمه، ما كانش بيحصل فيها اي عمليات بحث وتنقيب على الاطلاق لغايه لما جرت تقسيم بتاع ال5 نقط دول اللي اتخذوا اساسا لترسيم الحدود فيما بعد. بعدين مع الترسيم بتاع ال5 نقط وترسيم الحدود مع اليونان، يعني بدات مصر بقى وزاره البترول والثروه المعدنيه تطرح مناطق للتنقيب. طرحت يعني عدد من المناطق، اتخذ منها 5 بتجري عمليات البحث والتنقيب فيها، لكن ما زالت هناك اجزاء حتى الوقت الحالي يعني لم يحدث فيها عمليات بحث وتنقيب. الرئيس بيقول نوقف في هذه المناطق لانه ربما اذا كان عندنا حوالي 55% من انتاجنا من الغاز وجزء كبير من انتاجنا من البترول بيجي من البحر المتوسط من المنطقه الشرقيه من كميات على الاقل، لان مساحه الجزء الغربي اكبر من مساحه الجزء الشرقي اللي بتجري فيه كل عمليات الاستكشافات والبحث اللي حصلت في تاريخ مصر واللي بتطلع منها الثروات الضخمه اللي احنا بنتمتع بيها دلوقتي، زي مثلا زهر والحقل الاخير اللي هو النرجس اللي حصل قدام بالعريش. طبعا فالكلام الرئيس بيحث يعني وزاره البترول على اجراء مزيد من عمليات التنقيب. وبعدين عمليات البحث والتنقيب مش بس بتفيد في اكتشاف الثروات المعدنيه، لا ده كمان استثمار اجنبي مباشر، لانه ده بيدخل بارقام ضخمه، ارقام دولاريه ضخمه. كل ما وسعت حضرتك عمليات البحث، كل ما الشركات دفعت فلوس علشان تقتني هذه المناطق يعني للبحث، واذا اصفر البحث عن يعني ان شاء الله ربنا يرزقنا ويرزق المصريين كلهم بآبار بترول او استكشافات بتروليه او استكشافات للغاز، ده معناه عائد ضخم لمصر. أكيد. يعني حضرتك شايفه مصر كلها منوره بنور الموجود دلوقتي. اكيد ويا رب تفضل مصر منوره بنور زياده كمان نتيجه الاستكشافات. بشكر حضرتك جدا دكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات. زي ما حضرتكم شفتم كده، احنا لما بنتكلم عن هذا الاستكشافات والبحث وكل هذه الأشياء اللي ممكن تكون موجودة في البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر كما ذكر دكتور محمد كده بالتفصيل، لكن في النهاية هو حق، يعني حق مشروع لدى أي دولة طالما هي تقوم بهذا البحث والاستكشاف من خلال القانون اللي هي بتتعامل معاه بشكل دولي. مازال عندي فقرات كتير وعندي أخبار كتير تنتظركم بعد فاصل قصير، أرجوكم ابقوا معنا. تفضلوا. رجعنا مرة تانية لحضراتكم. تعالوا نروح مع بعض خبر، تعالوا نروح تنزانيا. هنروح تنزانيا ليه؟ لأنه شارك سامح شكري وزير الخارجية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم في احتفالية تدشين ملء بحيرة سد جوليوس نيراريا، وهذا التدشين الحقيقة بينفذوا إيه بقى؟ تحالف مصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك على نهر رفيجي، وده بدولة تنزانيا. حضر الاحتفال
الاحتفالية رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية سامية حسن ووزير الطاقة التنزاني وعدد من المسؤولين من الجانبين وممثلي التحالف المصري المنفذ للمشروع. الصور زي ما انتم شايفينها دي صور للمشروع، وحضر ايضا عدد ولفيف من رموز المجتمع التنزاني، عدد كبير كمان كان موجود من وسائل الاعلام والمواطنين. أشار السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية إلى أن وزير الخارجية نقل تحيات وتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيرته التنزانية وإلى حكومة وشعب تنزانيا بهذه المناسبة التاريخية، فيما تقدمت أيضا رئيسة تنزانيا سامية حسن بالشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي لما تم تقديمه من تعاون لإنجاز مشروع كبير لهذا السد زي ما انتم شايفين. وهتعرفوا أهمية السد ده ايه، حاجات كتيرة جدا كان بيبقى فيه فيضانات كبيرة جدا موجودة هناك وأغرقت الحقيقة أماكن كثيرة وتوفى فيها الآلاف، كمان كان بيبقى فيه بحيرات نتيجة الفيضانات دي كان بيبقى فيها أمراض وحاجات كتير. فأعتقد بداية السد وموضوع السد ومشاركة مصر في هذا المشروع هتكون خير وأمان وسلام بالنسبة لتنزانيا. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل دكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، اهلا بيكي واهلا بالساده المشاهدين يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. كلمنا عن التفاصيل، يعني الصوره امامنا والصوره بتقول ايه اهميه السد ده واهميه ان مصر تتبنى هذا المشروع. طبعا مصر تصنع تاريخ جديد داخل القاره الافريقيه، يعني رساله واضحه من ان مصر لا تتاخر عن دعم اشقائها، يعني رسالة كبيرة ومهمة بتدل على مكانة الدولة التنزانية في قلب القيادة السياسية المصرية التي لم تألو جهدا في دعم كافة الأشقاء الأفارقة، على اعتبار أن مصر هي المدافع الأول عن القارة الأفريقية، هي المدافع الأول عن تنمية القارة الأفريقية. الكثير من العلاقات القوية والراسخة بين مصر وتنزانيا، خاصة الزيارة الهامة التي يعني ذهب بها فخامة الرئيس السيسي إلى تنزانيا في أغسطس 2017 كأول زيارة لرئيس مصري منذ عام 1968، وده بيدل على أن هناك رؤية جديدة تصغها الدولة المصرية في سبيل تحقيق الرخاء والنماء والتنمية المستدامة داخل القارة الأفريقية، وبتدل أيضا على أن هناك أواصر صداقة ومتانة في الروابط التاريخية بين الشعبين المصري والتنزاني، وأيضا دليل على أن هناك لابد من تحقيق أهداف التنمية المستدامة والسعي وبقوة إلى تحقيق الازدهار والتقدم الذي تستحق شعوب القارة الأفريقية. وده القيادة السياسية المصرية أخذت على عاتقها منذ أن كانت في رئاسة الاتحاد الأفريقي في العام 2019 في كيفية تحقيق الرخاء وتعزيز العمل الأفريقي من خلال تدشين يعني الآلية، آلية الاتفاقية القارية الحرة اللي تم صياغتها في العام 2019، واللي بتعكس أن مصر تريد أن يكون هناك تقدما حقيقيا في الكثير من الدول الأفريقية، عكس ما يروج له البعض الذي لا يحب الخير للدولة المصرية. أكيد. الدولة المصرية قدمت نموذجا ملهما لكيفية تحقيق الرخاء والنماء للشعب التنزاني الشقيق، خاصة أن هذا السد يعني يخدم أكثر من 17 مليون تنزاني، وأيضا يعني يقضي على الكثير من الأمراض التي كانت تصيب الشعب التنزاني. يعني طيب كلمنا المشكلة قبل السد كانت عاملة ازاي، يعني بدخول السد وبداية ملء السد يعني والصور كلها بين الحقيقة ضخامة هذا المشروع وأهميته، يعني ايه المشاكل اللي كانت بتقابل تنزانيا والشعب التنزاني قبل موضوع السد؟ طبعا يعني قبل إنشاء هذا السد كانت الدولة التنزانية مستباحة عن طريق نهر رفيجي الذي كان يمثل فائض في المياه، هذا الفائض كان يمثل الكثير من الفيضانات مما يودي بحياة الكثير من الأشقاء التنزانيين. أيضا يعني كانت هناك بؤر مائية كبيرة موجودة، هذه البؤر كانت بتستوطن فيها الأمراض المعدية كالملاريا وغيرها، وبالتالي هذا السد نجح أيضا في القضاء على هذه الأمراض، على اعتبار أنه لم تتم أو لم يكون هناك بؤر
يعني او بيئه او امراض تصيب الشعب التنزاني، وبالتالي هذا التد الذي يحقق الرخاء داخل الدوله التنزانيه وبايادي مصريه، يعني على صحيح. اعتبار ان اكثر من 10% هناك اكثر من 12,000 عامل تنزاني يشارك فيه، منهم يعني 10% منهم من العمالة المصرية، وبالتالي على الرغم من أنه يتم على أرض تنزانية إلا أن هناك عمالة ومهندسين مصريين هم من يقومون ويشاركون في تنفيذ هذا السد. يعني ده تكلفته أكثر من 3 مليار دولار بطوله، يعني ضخامة هذا السد يظهر أن الدولة المصرية لديها الكثير من الشركات التي تستطيع أن تقود العمل الأفريقي وتستطيع أن تقوم بتنفيذ المشروعات الضخمة، طوله يتعدى 1025 متر، وارتفاعه بنتحدث عن 131 متر، وأيضا قدرة إنتاجية كبيرة جدا، يعني بنقول إن هو بينتج حوالي 1215 ميجا وات، يعني كمحطة كتوليد للطاقة الكهربائية، وأيضا سعته التخزينية حوالي 34 مليار متر من الماء. وبالتالي الدولة المصرية أعطت رسالة حقيقية أنها تدعم التنمية في القارة الأفريقية، تريد أن تحقق الرخاء والاستقرار داخل القارة، وتريد أن تحقق مثل هذه المشروعات في دول أخرى، على اعتبار أن الدولة المصرية لديها تجربة رائدة وملهمة، وأصبحت قادرة على تنفيذ مثل هذه المشروعات التي تحقق نقلة نوعية في العلاقات المصرية الأفريقية بشكل عام، والعلاقات المصرية التنزانية بشكل خاص. أكيد بشكر حضرتك على هذه التفاصيل دكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية، أشكر حضرتك شكرا جزيلا. زي ما تابعتم، هو الحقيقة وجود مصر في هذه المشروعات الضخمة، وأيضا وجود مصر بالشركات بتاعتها، يعني أنت بتدخل المشروع معاك الفريق العمل بتاعك، معاك الشركات بتاعتك، فأنت كمان بتقول أنا كدولة كمان قادر على أني أقيم مشروعات كثيرة جدا في أفريقيا، مثلي مثل أي دولة ممكن تعمل، زي ما حضراتكم شفتم بالصوت والصورة قد إيه المشروع ضخم، وقد إيه وجود أيادي عاملة مصرية موجودة من كل الكفاءات اللي ممكن مصر ترسلها علشان مشروع ضخم زي ده، زي السد اللي بيقام في تنزانيا. خليني أروح لخبر أنا شايفاه من الأخبار اللطيفة جدا واللي اتكلمنا عليها كتير جدا في التاسعة. بدأ النهاردة عرض أولى حلقات برنامج كابتيانو، وجاي من كابتن أكيد، كابتيانو مصر، وهو أول برنامج مصري من نوعه. إيه البرنامج ده؟ البرنامج ده بيكتشف مواهب في عالم كرة القدم، والحقيقة بيعد البرنامج ده اللي أطلقته طبعا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة اللي الحقيقة الدولة المصرية بتحاول إن هي كمان تهتم بيها، ومن أجل الكشف عن المواهب الكروية خاصة إنها تدعمها، في ظل طبعا ده دعم كبير جدا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وكل المجالات المختلفة اللي بيحاول يدعم فيها أي ناس عندها مواهب أو عندها يعني أشياء نقدر إن احنا نساعدهم فيها. البرنامج ده تحديدا زي ما انتم في الصورة شايفين الشباب الصغير لف محافظات مصر كلها عشان يكتشف الولاد والشباب هتلاقي عندهم موهبة، وموهبة جميلة جدا. واحنا عارفين ان كرة القدم المصرية، اقول لكم ايه، فاكرين الكرة الشراب بتاعت زمان؟ يعني يمكن ما بقتش موجودة في الاحياء الحالية، لكن في القدم كانت موجودة، وكتير جدا من لاعبي الكرة المصرية بدأوا من الشوارع المصرية أو الساحات الرياضية اللي كانت موجودة في الأحياء المصرية، وكانوا الحقيقة أسماء كبيرة جدا. يمكن عندنا فيلم أو فيلمين كمان اتكلموا عن الكرة الشراب، منهم فيلم الحريف فنان الكبير عادل إمام، وأيضا فنان نور الشريف عمل غريب في بيتي، وغيرهم من الأفلام اللي كانت بتاخد موضوع الكرة والاحتراف. الصورة زي ما أنتم شايفين شباب محترفين عندهم موهبة حلوة هيطلعوا في كابتيانو، وهيبقى في فرصة إن احنا نشوف شباب ويقدروا ينموا الموهبة ويشوفوا، ويبقى عندهم بقى يعني حد مهتم بيهم، يبقى عندهم حد بيبص على الموهبة، حد كمان بياخد بإيديهم، هيبقى في تدريب، هيبقى في رعاية، هيبقى في اهتمام، وأكيد ممكن يطلع من الموهوبين دول زي ما احنا عندنا كده محمد صلاح طبعا فخر مصر والعرب كله، يبقى عندنا أكتر من محمد صلاح ونشوف المواهب المصرية
تاخد حقها وتاخد مكانها، وده الحقيقة من الحاجات اللي أنا سعيدة بيها جدا. وزي ما أنتم عارفين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هي كمان مهتمة جدا بالمواهب بشكل كبير، وهنبدأ بمواهب الكورة وإن شاء الله نقدر نكتشف مواهب كتير. مصر ولادة، يعني فيها مواهب عظيمة، وكل ما هيبقى عندنا فرصة إن احنا نقدم المواهب دي هيبقى بجد حاجة حلوة، ونشوف ناس نقدر نقدر مواهبهم ونساعدهم كمان على تنمية المواهب دي. أنا هتوقف معاكم في فاصل، بعد الفاصل ده هبدأ معاكم الفقرة الفنية، تستمتعوا بشوية غنى بقى حلوين كده، غنى طربي وغنى جديد، ونشوف شاب كده بيقدم حاجات حلوة، وكمان هيكون معانا حوار جميل وحوار إن شاء الله يكون ممتع مع شاب بدأ من بورسعيد، هو من أهالي بورسعيد ودرس في بورسعيد، لكن الأجمل من كده الغنى، وعنده كده حالة مختلفة، وهو من الناس اللي بيعملوا حفلات كتير في ساقية الصاوي وفي دار الأوبرا المصرية. إن شاء الله نتوقف مع لقاء وحوار وغنى مع الفنان علي الألفي بعد فاصل قصير، أرجوكم ابقوا معنا. عشان راضية بغلبي لأنه معاك،
خليني اتفق مع حضراتكم ان احنا امام موهبة مختلفة، مطرب مختلف، يعني ليه كده مذاق خاص. علي الألفي من بورسعيد، وتخرج من بورسعيد، وكان الحقيقة كمان معروف جدا في جامعته، كان بيغني، غنى في سن صغير جدا وتألق، بعد كده انتقل إلى القاهرة بعد طبعا دراسته ونجاحه، انتقل إلى القاهرة وبدأ بقى في نشاطه الفني، بيغني في ساقية الصاوي، بيغني في دار الأوبرا، ليه جمهور وليه فانز وليه ناس كتير، وعنده موهبة مختلفة حسبتها معاكم النهاردة. مساء الخير. مساء الفل. يعني أنا فاكراك كويس قوي، وعارفة موهبتك، وعارفة غناك، أنا بحس عندك حاجة كده مختلفة، ليك طعم مختلف. الحمد لله. ما قعدتش كتير في The Voice، بس علمت ناس فضلت فاكراك. لأني حاولت ألفت النظر وقتها بإني أعمل، يعني كنت أول حد يجرب يعمل الفيوجنز، وكان الفيوجن من إكستريم لإكستريم، من الأوبرا لست ام كلثوم، فيعني من اقصى الشرق لاقصى الغرب. ازاي انت تربيت على سيده ام كلثوم والاوبرا جات لك ازاي؟ انا يعني من بيت سميعه، يعني بابا الله يرحمه كان ليه ذوق غريب جدا، انه كان بيحب يسمع عبد المطلب وليلى مراد، وهما الاثنين مختلفين طبعا، يعني مختلفين. امي سميعه ورده، جدتي الله يرحمها كانت سميعه ام كلثوم قوي. فانت في بيت بقى مليان اشكال غنائيه، ورغم انه ولا حد منهم يعني فنان او بيغني او بيعزف، لكن انا بقى عندي مخزون ده. لما جيت القاهره وبعد فتره يعني حاولت ان انا شفت ان الغنى الكلاسيكي وغنى الاوبرا ده تمرين جيد لعضلات المغني، لان احنا في الصوت احنا في الشرقي بنستخدم احساسنا اكتر، في الاوبرا بيستخدموا عضلاتهم والتكنيك طبعًا اكتر. فحاولت. طب انت في الصوت الاوبرالي فين؟ انت فين؟ انا تينور. تينور وده مهم قوي. الحمد لله. يعني فده اللي بيخليك تغني كمان طربي، يعني بالزبط. تينور يقدر يغني كده يعني. الحمد لله. انت من بورسعيد صح؟ صحيح. بكره عيد القومي لبورسعيد، ولينا الفخر. انا بحب اليوم ده قوي. بورسعيد بجد مدينه ومحافظه بديعه، بس الغنى في بورسعيد ليه برضو طابع خاص. الغنى البورسعيدي شبه البورسعيديه، البورسعيديه قوم احتفالات، قوم صوتنا عالي وبنحب اللمه والضمه والسمسميه، والغنى اللي صوته دايما يعني حفله السمسميه اسمها الضمه، لان الناس بتقعد كده في شكل دائري كانهم شكل الضمه مضمومين على بعض يعني، ويغنوا اغاني السمسميه. طب انت فاكر حاجه كده طبعا نهديها لبورسعيد يعني؟ يا سلام. في طبعا في الدندنه يعني كده، ونقول لهم جدا جدا يعني طبعًا. مدينه باسله، وده يعني 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 اعتقد العيد القومي الخاص بالعدوان الثلاثي. طب اسمحي لي اغني مش سمسميه، هغني لبورسعيد غنوه طبعًا. وطنيه طبعا معاك جدا، كلنا نغني بورسعيد. دي كنت انا بهديها لبورسعيد، اسمها على ناصية العالم، لان بورسعيد هي بتاع قاره افريقيا، كنا مسمينها على ناصية العالم. صحيح. كلمات شعر احمد شلبي والحاني. صحيح. على ناصية العالم واقفه بقالها زمان، كان اسمها تنيس وبلوز، وكان يا مكان بين القناة والبحر اتولدت من جديد مدينة عبقرية، وهي دي بورسعيد، بلد ما فيش زيها في جمالها أو سحرها، كل اللي عدى عليها بيحكي عن أهلها، عرب على خواجات بنوا البيوت حكاية، الله الله على البواكي وجمال التراسينات. الله الله الله، وكل سنة وأهل بورسعيد بألف ألف خير. يعني وانت بتغني عمرو دياب جه من بورسعيد، ايه حكايه بورسعيد والموهوبين؟ البحر بيخلي الناس البحر بيخلي الناس تغني حلو يعني. ده حقيقي، وزي ما اتفقت مع حضرتك ان بورسعيد بلد ليها خصوصيتها جدا جدا، خصوصا انه احنا في بيوتنا سمعنا كتير حواديت الحرب والتهجير وكده، والبورسعيديه سابوا بورسعيد عاشوا في مصر كلها ورجعوا بثقافات مصر كلها. صحيح. انصهرت في بورسعيد من اول وجديد. صحيح. فاستاذ عمرو دياب بورسعيدي، الموسيقار هشام نزيه بورسعيدي، استاذ محمود ياسين بورسعيدي. صحيح. انا بورسعيدي. ناس كتير وانت بورسعيدي طبعا، بس الاسماء دي مش ملهمه بالذات عمرو دياب في الغنى؟ جدا. ما حسيتش ان انت طب والله الحلم ممكن يعني ده حقيقي ممكن يحصل؟
وهو لو في نموذج بيقول للناس ان اللي بيصمم على حاجه بيطولها فهو عمرو دياب. بتغني يعني لعمرو دياب؟ طبعا. طب يلا دندنه كده. يا سلام. الله. ناخد الفال برضو ايه؟ يا رب. تيرارا تقدر تتكلم عن روحك يا حبيبي خلاص ما بقينا اتنين طول عمرنا عايشين روح واحدة دلوقتي خلاص بقينا روحين تقدر تتكلم عن روحك يا حبيبي خلاص ما بقينا اتنين طول عمرنا عايشين روح واحدة دلوقتي خلاص بقينا روحين وهو بكرة نقول كانت ذكرى وعشنا لنا يومين وهو بكرة نقول كانت ذكرى وعشنا لنا يومين وهو بكرة نقول كانت ذكرى وعشنا لنا يومين وهو بكرة نقول كانت ذكرى عشنا لنا يومين الله 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 شكرا يا اساتذه يعني شفتي فرقه شاطره ازاي مش عاملين بروفات والله على ده شكلي هروح اغني معاهم انا ده يعني لا ناس جميله طيب عايز تعرفنا عليهم يعني طبعا برضو من حقك يعني الناس دي مبدئيا انا كنت للاسف توقفت عن الغنى شويه ورجعت الناس دي حببتني ان انا اغني لايف تاني هم الاساتذه معاطي واحمد الارتيست الايقاعات زياد ياسر وياسر صديقنا يعني مين ياسر في ال بس هو واحد اسمه زياد ياسر زياد ياسر يعني الاربعه وفي صديق لينا كمان مش معانا النهارده هو احمد مجدي أيوة. الناس دي حببتني ان انا اقف على المسرح تاني اكيد هم وجودهم مهم ومشرفنا انت غنيت لعمرو دلوقتي وبورسعيد والصدفه انت شايف انه جيل عمرو محظوظ عن جيلك لحقوا الانتاج شافوا لحقوا الانتاج أوه. بس انت في السوشيال ميديا وفي الانترنت وفي الانفتاح والفانز اللي بالملايين واللايكات اللي بالملايين اللايكات دي يعني بفلوس اللايكات دي مش ببلاش ايوه بس في فانز فاكره زمان حضرتك لما كنا بنمشي على كوبري اكتوبر البوسترات الكبيره بتاعه الالبومات دي ما عادتش موجوده بس بدل فلوسها بيدفع بفلوسها سبونسر على السوشيال ميديا يعني لو رجع الزمن ترجع تغني في الزمن بتاع عمرو دياب اتمنى تغني في زمن عمرو دياب انا وحشني قوي الشريط البلاستيك وحشني انك تسمعي الالبوم على بعضه 12 غنوه حدوته ليها بدايه يعني وسط ونهايه الشريط البلاستيك كان هيديك يعني كان هيدي للناس حالة جرعه مني احسن منك تغني لايف على الفيسبوك او على اليوتيوب او في النهايه اللي بيسمعك وهو بالبيجامه وانت قاعد لايف قدامه غير اللي اشترى شريط وسمعه وراح معاه وراح جاي لك الحفله زمان حقيقي متعه انا بحب الالبوم اكتر من السينجلز بس للاسف ما ينفعش دلوقتي يتقدم البوم يعني اللهم الا مثلا مدام انغام هي اللي لسه بتعمل البومات طبعا. مدام اصاله هي اللي بتعمل طبعا. البومات انما فكره انه الالبوم انك تقدم للناس خلاصه ذوقك في 12 غنوه بتعرف تقدم وتفن اكتر ما هي غنوه طب لو انت بتكلم منتج من المنتجين دلوقتي هو بيشوفنا يعني المنتج دلوقتي خلاص عكف وقال لك تمام ده الناس بتسمع على طول يعني زي ما انت قلت الفانز قاعدين بالبيجامات بيسمعوا المطرب صحيح فما بقاش في حكايه الشريط لو انت دلوقتي من جيل تاني انت من جيل الايقاع السريع والحياه السريعه لكن انت تحب ان لو منتج قال لك يلا نرجع نعمل سي دي وشريط تحب ده اتمنى جدا أتمنى واتمنى كمان انه المبنى العظيم اللي احنا فيه ده كان زمان اكبر جهه انتاج سبيرو كان هي الاذاعه المصريه كانت جهه الانتاج حفلات اضواء المدينه وليالي التلفزيون كانت هي جهه الانتاج اللي بتخلي الناس تشوف المغنيين
ما نضطرش نروح تالنت شو بره، ما نضطرش ان احنا كل مطرب دلوقتي بيشتغل بامكانياته بينتج لنفسه. بس احنا قادرين ان احنا نساعدك وانت تيجي تغني. وانا سعيد احنا جدا، احنا قادرين على ده. يعني انا اول ما اتقلي ما اعتقدش انه لسه يعني هذا المبنى او المتحده للخدمات الاعلانيه، يعني اكيد كل انا عايزه انا في كتبت في قريب برامج لاكتشاف المواهب. انا كتبت قريب انه المتحده حقيقي والله العظيم، ودي مش مجامله ولا اي حاجه، بقت بتقدم محتوى غنائي ظريف يعني كويس جدا في سيزون واحد. انت بتتفرجي، ممكن اقول اسامي البرامج بتاعتنا بتاعت المتحده، طبعا صاحبه السعاده وسهرانين وانغام، في اسبوع واحد بتقدم صحيح. للناس وجبه مزيكا حلوه قوي. ناقصنا الحفله، ناقصنا الحفلات والدوم طبعا. انغام كمان بالذات بتعمل توزيعات جديده للاغاني، برنامج أنا برنامج موسيقي من البرامج متكلف. المهمه جدا حقيقي. اولا بحييك لان انت كمان في اخر حفله ليك يعني دعمت انغام في فتره اعاده بالشفاء، الحمد لله بقت زي الفل. لكن انت يعني وقفت قدام الجمهور وقلت لهم ادعوا لانغام، ده صحيح؟ ده صحيح. غني بقى الانغام يعني طبعا، وبس كلام. طب نغني الانغام. طب ري ماينر يا اساتذه، عايز تروح تغني هناك يلا لانغام؟ بينا. يلا تمام. بس قولي هتغني ايه وانت رايح. مناله الخير تيرتا. يعني فوتني وانساني، ما هو ياما اتحمل علشاني، ياما كان قلبه عليا. وهتمنى له الخير، ما هو قبل ما يجرحني دواني، كان عمري وكان هو زماني، وقلبي وروحي وعناي. هفتكر له حاجات كتير كانت ما بيننا، هفتكر له ايام أنا والخطأ واللي افترقنا، هفتكر له حاجات كتير كانت ما بيننا، هفتكر له لحظة لقانا وانسى لحظة ما افترقنا، لما كنا بنقسم الفرحة بعيون. هفتكر له حاجات كتير وهتمنى له عشان حبيت وبينت اهتمامي بيك، عشان كده يعني بقيت منفعش، ومن نظرك نزلت ما بقتش لايق ليك، وكان مفروض أحبكش، ولو حبيت ما بينش، ودلوقتي خلاص همشي أنا وقلبي اللي دايب فيك. وليه طيب؟ عشان طيب، عشان يعني اللي في قلبي على لساني بتكسرني وتخسرني، بتخسر حب مش سهل تلاقيه تاني. والله وقعت بفكر فيك كتير، بالي عليك مشغول، وانا بتصعب عليا حالي، وانا بكتب لك
بعيد عن عيني ويا عيني مع غيري ومش مبسوط ضيع عمري يا عمري بحبك حب مش مشروط ما بتعلمش بغيره القلب ما بيحلمش ينام الليل وسهران في هوا ما بنامش يروح ويغيب وينساني ولما يجيني من تاني يسامحوا القلب في ثواني كأنه لاني ما تقلمش يلا عادي هي جت على جرحي يعني ما الجراح بالكم في قلبي عادي يعني يلا عادي هي جات على جرحي يعني ما الجراح بالكم في قلبي عادي يعني بس كان في شبر فاضي حط جرحك فيه وزود اسمي جوه الخانة ماضي جرحي في خانة التعاون حط اسمك في المواجع تخد الملحوظة اكتب ان الجرح واجع حط اسمك في المواجع اكتب ان الجرح واجع اما في الخانة هنرجع اكتب انه ما عادش يعني بجد مش عارفة أقول أنت بتحب مين فين إيه الساعة كام يعني من ويجز الأنغام لبهاء سلطان يعني الميدلي ده حدوتة أصالة يعني كمان كنت قاصد إن هو بيحكي حدوتة حد حب بسرعة وحصل له attachment وبعد كده هي انا غلطان بتاعت استاذ بهاء سلطان طبعًا وبعد كده من احلى اغانيه هو بهاء سلطان مش كله حلو الأغنية بهاء سلطان دي. كله حلو يعني اصلا يعني انا كمان حبيتها من غير التوزيع على البيانو كانت حلوه قوي وبعد كده الكلام بتاع ويجز بتاع والله وقعت بيحكي عن الاتاتشمنت العنيف قوي وبعد كده ما بتعلمش العلاقه خلصت بس طبعًا هو ستيل ما فيش بعد كده بقى بدا يلا عادي هي جت على جرحي يعني جت على جرحي فالحاجات دي عم بعملها للحفلات للجمهور ودايما هل ده ذكاء عشان انت كده بتجمع اكبر مستمعين اللي بيحب ويجز يبقى سامعك اللي بيحب انغام بيحب اصاله يعني شرقي على رومانسي على راب على يعني انا ببقى حريص حقيقي انا في حفلاتنا بنقعد ساعتين ونص على المسرح ببقى حريص انه بجد كل واحد ليه ذوق في حاجه هيلاقيها انك تبقى قاعد مستني مفاجاه طول الوقت وانك تبقى سامع حاجه لمساك تخليك تغني لاني بستمتع قوي اني اخلي الجمهور يغني معايا ويخرج حاسس انه مخرج طاقه بس ده برضو ذكاء منك لان انت كده بتلف في الغنى يعني بتلف على كل الاصوات الحمد لله واضح انك عاشق لاصوات كتير يعني متاثر بانغام كمان كتير طبعا انغام بالنسبه لي مرجع يعني هي وما بتكسفش هي مشروع غنائي متاثر بيها هي يعني هي كمان بدات من سن صغيره ونجمه كبيره في مصر ونقلت تعليمها في الكونسرفاتوار للاغنيه التجاريه صحيح بقت تخلي الاوركسترا تلعب في الغنوه التجاريه وده كان يعني صعب جدا وحرب عنيفه لغايه ما قدرت يبقى ليها شكل على المسرح عشان كده انا فعلا يعني انا مش بس كده انا كنت بحب اروح احضر بروفاتها تتعلم أذاكر أشوف البروفة بتدار إزاي أشوف المطرب بيبقى سامع إيه يعني بروفة أنغام مذاكرة بالنسبة لي بص أنا يعني في وقت من الأوقات ما عرفتش فنان كبير بقيمة يعني محمد منير لما غنى الوردة وبعدين غنى النجاة صحيح وغنى ويعني يعني أعتقد يعني غنى قليل للرجال بس غنى الأصوات نسائية كتير أنت واضح أنك برضو عندك هذا العشق يعني أنا بشوف أن الأغنية ملهاش بطاقه بتقول ذكر او انثى الاغنيه أيوه. كلام ولحن الاغنيه بس احيانا يقولوا الصوت اقرب يعني صوت الراجل اقرب لصوت راجل مش صحيح مش صحيح الصحيح اللفظ يعني انا ما ينفعش اقول عشقه وغلبانه لانه لفظ انثوي جدا
صح. انما ينفع اغني تقصد الكلمات بقى الكلمات آه. اللفظ الكلمات الانثويه ما ينفعش اغنيها صح، ولكن لو كانت محايده اغاني ورده تليق على كل الناس، اغاني ام كلثوم تليق زي ما الجسمي غنى اما براوه، ما كل اللي كاتب الاغاني دي كانوا رجاله صح. واللي ملحنينها رجاله واللي أيوه. استمعوا بيها استمتعوا بيها. انا هموت واعمل حفله كلثوميات جدا، واغني اربع يعني اعمل فاصل زي ست ام كلثوم ثلاث اغاني طوال. نفسي اعمل حفله واحده كده كونسبتشوال، ان انا اعمل حفله لاغاني ام كلثوم فقط بس. اه طب ما تعملها مره عندنا هنا في التاسعه، يا ريت نعمل حفله كده لام كلثوم وانت تغني. اعزميني بس وانا يعني انا ساكن قريب فهتلاقيني جاي على طول. السنه الجديده كده في الشتاء قعدت شتاء يشرفني احط لك طبعا. شويه شموع هنا ونعمل حاجه كده الناس جدا. خلاص اتفقنا. انا والله وعد. خلاص مصطفى حمدي هيحطها، مصطفى حمدي رئيس تحريرنا هيحطها في الجدول. طيب انت اقدر اقول عليك مطرب يعني بتعمل ايه كومبو كده؟ لانه اللي انت عامله ده كومبو. صحيح. طيب تعال نروح نشوف الكومبو الحقيقي اللي انت بتعمله، لانه علي الالفي عمل كومبو على اليوتيوب. عمل ايه؟ نشوف ونرجع تاني. اتهاجمت ورده كتير قوي في المرحله الاخيره من الناس المنتميه للاغنيه الكلاسيكيه، لكني انا كنت شايف ان هي ست عارفه هي بتعمل ايه. عايزه تفضل مغنيه، ما خد بالك حتى لو انت شبعان ماديا، جوعك للفن وجوعك لممارسه الغنى ده في حد ذاته جوع. الروح الحلوه ورده محدش شافها ما قالش عليها قلبها قلب عيله صغيره، لدرجه انها كانت بترتكب اخطاء رهيبه على المسرح في حفله رسميه لما بلغت في الهزار مع شخصيه كبيره في وقتها، وبناء عليه ما شفناش ورده على المسرح في مصر تاني. فلو انت بتتكلم على نقطة تحول واحدة، اعتقد ان وردة مشوارها لازم يتذاكر لانه فيه اكتر بكتير من نقطة. ايه حكاية الكومبو وبعدين حديث عن فنانة الكبيرة وردة؟ صحيح. انا لما بحب اسمع غنوة بحب اقعد احكي عنها، لو حبيتها يعني احكي ايه اللي لمسني انا فيها، ايه اللي خبط فيا في مشاعري، واحكي ظروف صناعتها وكده. فاصحابي قالوا لي طب ما انت بتعرف تقوله قوله صوروا اتكلم. وكان ليا صديق يعني استاذ عمر مصطفى، يعني هو اللي دفعني زقني زق ان احنا نصور، حتى مصور في بيتي يعني يعني فيري هوم ميد بروجكت، وانا اللي منتج بايدي وشغال فيه لسه شغالين بتعمل فيه. بحكي الكومبو حواديت انسانيه ومزيكا مع بعض. انه بحكي يا اما عن قصه صناع المزيكا، يا اما قصص عاطفيه حقيقيه او تجارب انسانيه جدا، واربطها بما الاغاني اللي بتليق عليها. فكومبو حقيقي. حكيت عن الست ورده، حكيت عن اغاني للست فيروز، حكيت عن انغام في وقت من الاوقات، حكيت عن شيرين، حكيت عن الله يرحمه سمير صبري. كنت بحكي يعني انسانيا وموسيقيا وتربط بالبتاع. مش قادره اقاوم ما اقولكش مقطع من ورده، لانه برده مش عايزه احرم الناس من الحاجات اللي انت محضرها. طيب حاجه مقطع كده عشان بياتي مي بياتي يا شباب لو سمحت. خليتنا خاف لما بحس بخطوتك واخدك بعيد عليك، بخاف لما تقول كلمة وداع تاني من جديد، وخلتنا خاف لما بحس بخطوتك واخدك بعيد بعيد عليك، بخاف لما تقول كلمة وداع تاني من جديد، وخليك هنا خليك وبلاش تفارق، بتقول يومين وتغيب سنة وبلاش تفارق، خايفة من بكرة واللي هيجرى لما تروح وتغيب سنة وتفوت هنا حبيب مجروح. ولا يا حبيبي لا ضاع مننا كم سنة كم سنة،
حرام خليك هنا وبلاش تفات حرام وحياة عيني خليك هنا وبلاش تفات وخليك هنا خليك خليك هنا الله 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 الله. عارف وانت بتغني انا افتكرت كمان انت قلت لي نفسك تكون في الزمن بتاع الشرايط والسيديهات، يبقى نفسك تروح لزمن كمان الملحنين العظام زي بليغ حمدي. يا ريت يا ريت. يعني لو كنت في حضره بليغ ماذا تغني؟ همسك له الريبرتوار بتاعه من يوم ما بدا غنيه فات الميعاد قوي طبعا. وهغني في غنوه بحبها قوي لست ام كلثوم مش منتقل اللي هي كل ليله وكل يوم. طبعا لانه طبعا يعني فيها سلطنه وفيها شجن وفيها طبعا كلام حلو قوي. لا انا عايز اغنيها. غنيها. كل نار تصبح رماد وتصبح رماد مهما تقيد إلا نار الشوق إلا نار الشوق من يوم عن يوم تزيد تزيد تزيد. ابعتلي قولي انت فين انت فين لو تقدر بستنى منك كلمتين كلمتين مش اكتر يطمنوني حبة عليك وعالمحبة عليك وعالمحبة. يا ترى يا وحشني بتفكر في مين عامل ايه الشوق معاك عامل ايه فيك الحنين الحنين. الله الله. لو اخترت لك اسماء كده أصالة شيرين أنغام كلهم تغني مع مين ديو؟ كلهم طبعا. لا لازم تختار. أنا نفسي أقابل أنغام أصلا. نفسك تقابل أنغام؟ نفسي أقعد مع أنغام كده قعدة كده وأفضل أقول لها أنا بحبها قد إيه كتير يعني. احنا هنحدد ميعاد بينك وبين يا ريت والله. يعني انا قابلتها طبعا يعني كنت زي ما قلت لحضرتك بحضر بروفات وحفلات نفسي اقعد معاها بقى واغني كتير وكده يعني. احنا هنحدد معاك مع انغام ونصورك وانت بتسلم في انتظار وعدك ده والله. ايه رايك؟ خلاص جدا. يا ريت هنعمل لك الوعد ده جدا جدا ونغني بقى طبعا. تغني بقى مع انغام بحلم بيه طبعا اكيد يعني. طيب انا حاسه وانت بتغني عندك روح التمثيل. صحيح. موجوده. وانا بتشرف ان انا خريج ورشه استاذ خالد جلال مركز الابداع الفني. ده الاستاذ طبعا استاذ المواهب. وانا يعني دفعتي كانوا علي ربيع وكريم عفيفي وسارة سلام. طب ازاي ما دخلتش ما حصلش نصيب يعني لسه؟ كنت مركز اكتر على اني مغني على الغنى وما اجتهدتش. بس حقيقي انا دلوقتي اللي بدفع نفسي يعني. ساعات كمان بيبقوا مش متخيلين انت خلاص موجود في الغنى فهتيجي تعمل اوديشن ازاي. فانا بيستغربوا ان انا بروح اعمل اوديشن واقعد جنب الناس يعني مستني دوري. عشان انت شكلك هتقعد معانا في الاستوديو هنظبط لك التمثيل والغنى. انا جاهز اكتشفيني يا مدام شرف. ايوه يعني شكلك كده هنظبط كل الحاجات دي. مشروعك حلمك فين؟ تحلم بايه؟ هقول حلمي انه للأسف أنه في ناس خدت فكرة أنه أحياناً المطرب عشان يبقى مطرب ممكن ما يبقاش بيفكر كويس ما بيتكلمش كويس ما بينشرش عن نفسه معلومات كويسة. لا أنا حلمي أن أنا أوري الناس أن المطرب ده شخصية مثقفة ومتعلمة. ليه عندنا مطربين عظام طبعاً يعني. طبعاً طبعاً طبعاً. ونفسي أنه كمان جيلنا كمان يبين ده.
وبحلم كمان جدا ان انا اغني قدام سياتر رايز. ده بجد انا عايز تغني قدام سياتر رايز جدا، ونفسي اغني في احتفالات اكتوبر، في احتفالات. بس ده حلم مشروع، وسياتر رايز ما بيتاخرش عن اي شاب مصري ابدا. أنا انت شفت اخر مره في افتتاح مدينه المنصوره الشابه اللي وقفت قدام سياتر رايز قالت له نفسي يعني اعزم قدامك يا سياتر رايز. انا حقق نفسي لها الحلم ده وهو موجود. نفسي اكون مطرب في احتفال رسمي كبير يليق يعني احتفال مصر، احتفال بلدي، واغني قدام سياده رايز. والله انا وعدتك بحاجات كتير، بس دي نحاول برضو يعني نبعت صوتك ونحاول فيها. يشرفني جدا. يعني ليه اخترت انك نفسك تغني قدام سياده الرئيس؟ انا كنت بعشق احتفالات اكتوبر طول عمري، وبشوف انه شرف انك تغني للبلد وتغني قدام رمز البلد. وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي الراجل مش مقصر. هو انا طب ما تقف على المسرح قول الاغنيه اللي انت عايزها، وكلها اكيد سياده الرئيس هيشوفها. ايه رايك؟ الحاجه اللي انت نفسك طب تقول. انا هغني لحضرتك من غير مزيكا لان الفرقه ما تعرفش الغنوه دي. طيب غنوه انا مغنيها اسمها صدق عينيك، عن الانجازات اللي حصلت دلوقتي، انه صدق عينيك انت شايف دلوقتي اللي بيحصل. طب ايه رايك برضو تغنيها وانت واقف على المسرح من غير الفرقه؟ اوكي تحب تغنيها براحتك. طيب اوكي دي حاجه من غير مزيكا لسه الاول. بلدك أمانة وكل واحد مننا له دور، ضابط مهندس صحفي أو دكتور، ويا كل حد اتمنى لينا الشر، الحلم عاش كمل وشاف النور. بلدك أمانة ومفيش مجال دلوقتي لاستسلام، جه وقت فيه تتحقق الأحلام، شوف المباني تسد عين الشمس، وحنبني لسه الميت سنة القدام. صدق عينيك الدنيا والناس كلها باصين عليك، شوف اللي حققته بصبرك وبإيديك، ودي مش غريبة عليك يا مصري من سنين، إنك مفيش ولا حاجة تقدر يوم عليك، في إيد بتبني والتانية بتحارب، الكل شايل بلده جوه العين، وقدرنا نبني في بلدنا تاني بلاد، في العاصمة وجلالها والعالمين. الله 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 الله، يعني أغنية حلوة قوي. دي كلمات شعر شاب شادي شديد وألحاني وتوزيع عمرو فؤاد، وبتمنى فعلا ان انا اغنيها في احتفال رئاسي. ان شاء الله. مين عارف ان شاء الله ده يحصل. ان شاء الله ده يحصل. طيب تحب نكمل الكلام؟ يلا بينا. كل الاحلام يعني تحقيقها سهل. صحيح. احنا في بلد حلم المواطن بقى سهل يتحقق. صحيح. وانا متاكده ان اغنيتك دي هتوصل باذن الله. يشرفني. أكيد حقيقي. أنت شايف مشروعك بقى فين؟ يعني بتغني الناس كتير، عندك صدر رحب، ما عندكش مشكلة تغني لأي حد. صحيح. عايز تسعد الناس. أنت شايف أنت واقف على أول مشروع ولا لسه؟ مشروعي أني أعمل محتوى كبير من الحفلات، عشان كده أنا أول ما بدأنا نتكلم كنت يعني عشمان في الحفلات. أنا بشوف نفسي على المسرح تلف محافظات مثلا جدا. أنا تغني للشباب في كل مكان. السنة دي كان ليا الشرف إني عملت حفلة ضمن مبادرة حياة كريمة مع دار الأوبرا المصرية. حلو طبعا. سافرت قرية نائية هم عمرهم ما حضروا حفلة طبعا. أنا والرجالة دول يعني والله وصلنا بصعوبة جدا، بس كنا سعدة جدا لما غنينا طبعا، وتلاقي الناس كانت سعيدة أكتر. نفسي زي ما كان كده في يوم من الأيام ست أم كلثوم بتعمل حفلة كل شهر، يبقى لي حفلة ثابتة محجوزة والناس بتيجي تحضرها وتيجي تسمعها. اني اتواصل مع الجمهور احلى من اتواصل في الاستوديو مع المايكروفون. عايز تتفاعل مع الناس اكتر. ده حقيقي. ده حقيقي. انت وعدتني انك هتغني حاجة ما بين السيدة ام كلثوم ولاتن. استاذ محمد عبد الوهاب. هنغني كل ده كان ليه. كل ده كان ليه. دي هنسمعها دلوقتي. يلا بينا. يلا. كل ده كان ليه يا سيدة.
شفت عينيه، كل ده كان ليه لما شفت عينيه، حن قلبي ليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه، حن قلبي ليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه، كل ده كان ليه كان ليه 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 ليه. الله 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 الله، ده ايه الجمال ده بس؟ يعني هي فكره كمان انك تختار الاغاني تبقى من طبقه واحده وميه واحده علشان تقدر بتتحدى نفسك، ولا عايز تقدم للناس الحاجات مختلفه؟ لا بقدم مختلف، يعني بحاول ان انا ابقى جوكر، بما ان انا ذكرنا ست ورده يعني دي كان بيليق عليها كل حاجه، فانا بحاول ان انا يعني اقدم شغل اللي يبقى متنوع ومش شبه بعضه، وكل شويه افاجئ الناس بحاجه، في حاجات بتصيب وفي حاجات ما بتنجحش يعني، بس بتحسب لي التجربه. مين المطربين يعني الرجال بقى اللي بيعجبك تجاربهم، بيعجبك اختيارهم للمزيكا؟ محمد محي. محمد محي. محمد محي اولا صوت ما ينفعش حد يخطئه، يعني هتسمعيها تعرفي انه محمد محي. محمد محي كان عنده جرأة في اختيار مواضيع وكلام والحان محدش عارف يختارها زي استاذ محمد منير. طبعا طبعا عمرو دياب احنا بنسمعه عشان نعرف المزيكا هيجرى فيها ايه. ايوه يعني هيودينا لفين. عمرو دياب بيقود دفه المزيكا اصلا. أيوة. يعني فمحمد محي بالنسبه لي عشان انا ذوقي شرقي اكتر وبحب الاغنيه اللي ليها حدوته وموضوع. أيوة. فانا بحبه جدا. طيب قول لي، انت كنت بتقولي انك كنت في ورشه خالد جلال. صحيح. للتمثيل. لو انت دلوقتي شايف نفسك فين في الادوار؟ عايز تعمل ادوار ايه؟ شايف نفسك تمثل ايه؟ تبقى مين يعني؟ يعني لا دي صعبه شويه، دي صعبه. لا يعني مين خاطف عينك في التمثيل؟ انا بحب خالد صالح الله يرحمه.
طبعاً جدا طبعاً. يعني طبعاً. أتمنى أن أنا أبقى ربع قدرته عفوية والتلقائية أداؤه كمان المسرحي عضيته على اللفظ كان ليه طريقة لفظ مش عند حد تاني والله يرحمه. يعني أنا عايز أقول لك حادثة تخصني، أنا أول مرة في حياتي حد من الوسط الفني كله يكلمني قبل حتى ما تعرف، كان خالد صالح. طبعاً. شافني في برنامج، اتصل بالمذيعة وخد رقمي، لقيته بيكلمني يقول لي صوتك حلو يا ولا واحساسك وما هو كده. قلت له مين حضرتك؟ قال لي خالد صالح. انا ما صدقتش. أيوة قال لي طبعا. والله انا خالد صالح. انا يعني طبعا ده شيء جميل يعني. الله يرحمه. طيب انا الحوار معك جميل وانا سعيده بيك جدا وبتجربتك وكمل، لانه انا شايفه ان انت عندك كومبو العفويه والتلقائيه وانك تغني كل الالوان وتعمل اشكال. عارف فكرتني حتى كمان بمخزون فرقه رضا لما هما لفوا المحافظات وعملوا رقصات تليق على محافظات مصر بالرقص والغنى، فانت بالغنى ممكن تعمل حاله مختلفه. يا ريت اكيد يعني. تيجي نختمها شعبي؟ هختمها لك شعبي. نختمها شعبي. خليني اشكرك واشكر كل الناس الجميله مبتسمين وانا مبسوطه بابتسامكم، فيها تفاؤل يعني. ونختم معك شعبي. مدلي الشعبي. ترارا ترارا. وتصبح ولا تسلم، لما تصادف عالسلم وتصبح ولا تسلم، قلبي بيرقص من الفرحة الدنيا تدور حوالي، معرفش ان كنت انا رايحة معرفش ان كنت انا جاي، وخبي الشوق بداري بداري لا يعرفوا تحت الشباك، ولمحتك يا جدع بعدها وياك، ما تقولي يا جدع تحت الشباك، ولمحتك يا جدع بعدها وياك، ما تقولي يا جدع إذا عديت قصاد البيت، إذا عديت قصاد البيت أبوس رجليك، لا تبص لفوق وتزيد الشوق، أمانة عليك بص واتكلم على عيني يا جدع، يا سلام سلم على حبك يا جدع، والحلو في الفرندا شاورلي وبصلي، الحلو في الفرندا شاورلي وبصلي، والقلب في الزمان بسرعة بيتملي، الحلو في الفرندا شاورلي شاورلي وبصلي، ويا ولا يا ولا ارحمني يا ولا والنبي يا ولا يا 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 ولا يا بتاع التفاح لون تفاحك راح في خدود ست الكل، يا بتاع الياسمين مين ينده لك مين واحنا معانا الفل، يا بتاع الرمان رمانك ده بلان بص علينا وطل، دي حرية يا ولا دي لولية يا ولا، دي حرية يا ولا ولولية يا ولا، ارحمني يا ولا يا ولا يا ولا، ارحمني يا ولا والنبي يا ولا يا 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 ي